محمد والسلام ما اعرفش اي حاجه هنا. انت جيت تبيع لمين بقى؟ مش اي حاجه هنا. انت جيت تبيع لمين؟ ما بعتهاش لحد، هو الراجل اللي خد المطوطين اللي معانا بس. مسكت بيها فين بقى؟ ما اتمسكتش بيها، انا اللي مديها للراجل. قول لي انت منين؟ طيب انت منين؟ انا من المنوفيه. منين؟ من المنوفيه. مركز دلع. جاينا تعمل ايه هنا في مصر؟ ماشي، انا كنت متخانق مع ناس في البدر، جبت قلت الاسلام تعال روح مصر. ماشي، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، سالنا واحد قلنا له عايزين نبات، قال لنا باتوا في الجامع دوت بين يومين. جيت النهارده كان في استاذ واقف، قلت له ما تجيب فلوس اما اروح، قال لي شويه وهرجع لك. ماشي، فجيت كان قعدت هنا مع الاستاذ اللي هو عارفه انا ابو التيشيرت الاخضر ده. عرفت منين بقى الاستاذ ده؟ هو نادى عليا. هو نادى عليك؟ اه. قلت له معايا مطوطين تشتريهم عشان عايز فلوس اما اروح، قال لي هاتهم. خدهم مني وعلى كده بس. منين يا اسلام؟ من طنطا. من طنطا؟ انت هنا في القاهره بتعمل ايه؟ انا هنا في القاهره عادي. بتعمل ايه انت؟ مش من طنطا؟ اه من طنطا. بتعمل ايه هنا بقى في رابعه العدويه؟ جمع واحد صاحبي هو اللي جايبني هنا. ايه؟ واحد صاحبي هو اللي جايبني هنا. جايبك بقى تعمل ايه؟ جايبني هنا، قال لي تعالى معايا نروح رابعه العدويه نقعد هناك. جايبني هنا. تاني كده، اقول كده تاني. اه. قال لك ايه؟ هو جابني هنا صاحبي معاه، وانا ما اعرفش عنه حاجه ولا اعرف عنه حاجه. هو اللي جايبني هنا. قال لك ايه بقى؟ قال لك ان اجي لو انت من طنطا لمصر عند رابعه العدويه تعمل ايه بقى؟ هو مش من طنطا. انت ايه؟ انت مش من طنطا؟ هو مش من طنطا. هو منين؟ هو من بابل. منين؟ من بابل. قال لك بقى تعالى عند رابعه العدويه تعملوا ايه؟ هو قال لي تعالى نروح نقعد عند رابعه العدويه. تعملوا ايه بقى؟ قال لي هناك، وانا ما كنتش عارف. هو اللي ممشيني، هو اللي بيصرف عليا هنا. ايه طبيعه الشغل اللي هتعمله بقى؟ والله المطوه ما بتاعتي. ايوه، المطوه اللي معاك دي بقى، اللي كانت معاك دلوقتي، كنت هتعمل بيها ايه؟ ايه؟ كنت هتعمل بيها ايه؟ هي مش بتاعتي المطوه، ما معيش مطوه. مش بتاعتي. ايه الشغل اللي انت هتعمله بالمطوه في رابعه العدويه؟ هو اللي واخد المطوه معاه، بيقول ايوه عشان لو اتخانقنا ولا حاجه.